ولما كانت المساجد وتحفيظ القرآن الكريم متلازمان منذ القدم في أنحاء عمان، لذلك فإن نخل كبقية الولايات الأخرى تتمسك بهذا القديم حفاظا شديدا على الدين الإسلامي الحنيف. والشمع والوتر، والشمع والوتر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، وفي ذلك قسم الذي حجر، وفي ذلك قسم الذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بأرض صفا صفا